يمكن آخر أيامه اللي هو صخرة الدفاع مرزوق سعيد. نعم. كان هو اللي هذا حصل الشرف أن ألعب ضده، لأن بال 74-75 هو تقريبا اعتزل. نعم. فهذه فرصة اللي ألعب ضد لاعب مثل مرزوق سعيد يعني. طبعا أنا من طبعا حالفني الحظ، طبعا هذا وقتها كانت الجرائد تكتب عنك يعني. أنا من بداية يعني صعدنا درجة أولى من 74 لغاية يعني وقت اعتزالنا. طبعا المفروض لازم يلغيها بس كملها ولا ويركضوا ورا الكرة، بس إحنا متى نحس صاحبنا اللي على قولتهم لمن هذا لمن يعني مثل ما تقول يعني يقطع الكرة، بس لما تقطع الكرة ما توقف، تروح على سنتك برا لين ترجع الإعلانات اللي برا نسمع الطق. والله يعني احنا اللي نفخ فيكم يا كابتن نعيم سعد، للأمانة يعني جيل تاريخي وحقق يعني الكثير لاسم منتخبنا الكويتي. وايضا الجميل بالموضوع انه يعني الكل كان يتحدث عنه مو فقط على مستوى الكويت، على مستوى الخليج والعالم. صحيح. العربي. فيعني مهما تحدثنا عنكم لانه فيكم حقكم، عنا احنا ما لحقنا عليكم بعض مننا اللي في جيلنا وفي عمرنا، ولكن اكيد تابعنا جميع التفاصيل. اذا استمريت في اللعب مع المنتخب الى اي سنه كابتن؟ استمريت الله يسلمكم يعني لغايه 90. طبعا كانت وقتها دوره الخليج العاشره اللي صارت هنا بالكويت. انا يعني صراحه كان شهيد حاول وياي ان العب في هذه البطوله وهذا، بس انا اعتذرت لظروف يعني ما قدرت، ان هذا كان مفترض ان العبها يعني ظروف خارج الملعب. ظروف خارج الملعب. كان تصير هذه البطوله خامس بطوله دوره خليج امثلها ما شاء الله. اي يعني لعبت اربع بطولات دورات خليج وهذه تكون الخامسه، بس هذه اعتذرت منها وتقبل العذر يعني شهيد فهد الاحمد. اذا كان هذا الاعتزال الدولي كابتن نعيم، ولكن متى كان الاعتزال على مستوى الانديه؟ هو نفسه على طول. على طول كره القدم مره واحده نادي منتخب. نعم. يعني ما كملت يعني ما هذا نادي منتخب يعني. انا ليش قلت لك يعني ليه الاونه الاخيره يعني فهد الأحمد الله يرحمه يعني كان يحاول وياي إن أساس إن أكمل وألعب بدورة الخليج اللي صارت هني، بس الظروف كانت مانعتني صراحة. فعشان كذي اللي طبعا اعتزلت نهائيا من النادي يعني طقة واحدة يعني ما كمل المنتخب مع النادي. صار كنت تعتقد إنك بدنيا قادر على الحظ والاستمرار. ولكن حالة الظروف دون ذلك. إذا تحدثنا كابتن أبو جراح عن ابرز الاهداف اللي سجلتها، واكيد في اهداف تاريخيه. نعم. احنا ما راح نقول لك يعني هو صراحه اقرب هدف لقلبك هو طبعا الهدف اللي سجلته في دوره الخليج اللي في البحرين. هذا صراحه الهدف اللي ما انساه طول عمري، وهدف اعتز فيه. وهدف يعني صراحه كان مصنوع من رحمه الله عليه جمال يعقوب، بعد ما قطعت وانا مصرخ عليه حتى قلت له جمال، وهو على طول فهمني. نعم. فعلى طول لعبها وانا على طول طقه، والطقه الثانيه على طول شتها بالهدف. نعم. طبعا يقول لي انت مشيرها، قلت يبا مشيرها مزخرفها، المهم دش تقول. نعم. فالحقيقه هذه من احلى الاهداف اللي انا سجلتها، مع ان سجلت في دوره الخليج هدف على الامارات. معروف. اي و تتذكر تفاصيل الهدف الإمارات؟ الإمارات يعني كان فيها لعبناها 1-2 وتصلحت لي، أعتقد كنا بين ناصر الغانم، أعتقد ناصر الغانم صلحها 1-2، وبعدين شتها وصارت سكروب دشت على كنت تسمونه بذاك الوقت سكروب وجراح. سكروب وفنجر. الفنجر هذا مشهور. هذا معروف. إيه معروف. إيه. بوز القدم. نعم. بوز القدم. نعم. هذا كان الفنجر هذه من يعني المشاهير. هذا ما يعرف يشوت اللي يشوت فيه. هذا إيه نعم. على إكس. إيه يعني فنجر. تعورك أصلاً. مشكلة يعني في ناس يستخدمونها متى؟ لما يصير هو جبال الجول جبال الجول لا يا على الواقف ولا تصلح له. صح. يعني بس يمشيها شويه ويعطيها فينجر عاديه يا خال يا بثنتين يا بالجول يا برا. اذا كابتن نعيم، لمان الحديث
شيق معك، فودنا نتحدث عن ما بعد الاعتزال، الطريق اللي اختاره نعيم سعد. بعد الاعتزال طبعا مسكت تدريب الفريق الأول في نادي التضامن. نعم، أي سنة هذا؟ يعني بعد اعتزالي تقريبا، مباشر بعد اعتزالي على طول مسكت الفريق، وبس ما كملت يعني، يمكن مسكت الفريق لمدة 3 شهور. بعدها صارت ظروف بأن دشيت انتخابات. نعم. ونجحت فيها. نعم. انتخابات الجمعية طبعا. نعم. ونجحت فيها، وبعدين عاد بعدين خلاص وخرت عن يعني مجال الرياضة تقريبا. نعم. بعدين رجعت مرة ثانية بال94-95 اللي هو مع شباب جواد مقصيد، محمد كرم، محمود فليطح. نعم. يعني احنا كمجموعة مسكنا الفريق الأول، يعني كان وقتها تصفيات كأس العالم، بس يعني رحنا عسكرنا في سنغافورة، ومع الأسف إن ما حالفنا الحظ بأن نكمل المشوار أو نوصل للنهائيات. نعم، فبعد هذه يمكن هذه آخر مساهمة لك في عالم كرة القدم كابتن نعيم، ما عدت كإداري كمدرب. الحين طبعا رديت طبعا الاتحاد، أنا لحد الآن بالاتحاد. نعم. في لجنة الاستئناف. نعم. صار لي الحين تقريبا حوالي 6 ما شاء الله 6 إلى 7 سنوات تقريبا. نعم. في لجنة الاستئناف، ولحد الآن في هالمجال هذا. نعم. يعني ما ابتعدنا يعني بوسط الرياضة. نعم. ويعني حنا بودنا أن دائما إذا قعدنا طبعا أكثر شيء بالدواوين أو ناس يعني نصادفه وهذا نتكلم في مجال الرياضة وهذا طبعا. نعم. نتمنى الأفضل والأحسن الرياضة. أي طبعا. شو اللي تحتاج رياضتنا اليوم كابتن نعيم زين؟ والله تحتاج حق أشياء كثيرة، يعني أنا يعني خلنا نقول لو تبدي من الصفر بأن في أشياء لازم أنت توخرها، لازم تنزعها مرة واحدة نهائيا على أساس أن تقدر تشوف النور. نعم. من ضمنها اللي هي أنا من الناس اللي مؤيدين خصخصة الأندية. نعم. ومع احترامنا حق الجمعية العمومية، ضد الجمعية حيل يعني. ليش؟ لأنه ما قاعد تسوي شيء يعني. الجمعية العمومية ساعات النتيجة تبدي رأي، تقول، تناقش، تسوي يعني، لا يقط صوته ويمشي بدون أي شيء، وهذا مع احترامي لهم يعني ما أبي هذا، بس لكن ما في مصلحة حق الرياضة. يعني أنت الآن الدولة إزاهم الله ألف خير قاعدة تضخ مبالغ حق الأندية، والأندية في بعضهم يعني ما احترام للكل، بس لكن في بعض الأندية ما يستغلون الميزانية هذه في بناء العلاقاتهم الشباب اللي عندنا، الشباب الصغار. يعني في بعض الأندية لو تبي تروح طالع الملعب يضيق الخلق. أنا أذكر مرة من المرات حتى هذه بتصفيات كأس العالم اللي أقول لك بال94-95 كان وقتها استاد الملك فهد، رحنا دشينا الاستاد والله ما ودنا نطلع من أرضية الملعب، من الاستاد يعني شيء مرتب، شيء يغريك بأن تلعب. قلت لهم يا جماعة أنا ودي الحين ودي نلعب وياكم يعني صدق. إيه والله يعني شيء يغري. إحنا نبي هذا الشيء يصير عندنا بالأندية، نبي ناس فعلا تشتغل، تبي يعني تبي ناس ما تفكر في نفسها ولا تفكر في مصلحتها. نعم. تنبي ناس تفكر في مصلحة الرياضة، وخاصة الشباب، نشأ الشباب هذيلة لازم يهتموا فيهم، يعطونهم، يهيئ للملعب، يخليه يحب اللعبة. يعني أنت الحين الشبابنا الصغار يجيبه في ملعب كذي مرتب حلو ومخطط وهذا ويستانس، يعني راح يستمتع ويكمل وياك. لكن لما تجيبه على قولتهم ملعب أصلع مني وعلى قولتهم يعني شيء يعني غير محفز يعني. أبد. نعم. كلش يعني. فغير عن هذا لازم تجيب مدربين هذيل هم الأساس. نعم. المدربين اللي احنا قبل تعلمنا على المدربين التشيك وغيرهم هذيل الدول هذه هي اللي عندها أساس تعد اللاعب. نعم. إيه؟ إذن نعم كابتن نعيم سعد، الأمانة الحديث معك شيق، مستمتعين معك في برنامج مشوار نجم، لذلك شكرا لتواجدك معنا اليوم. اهلا فيكم وجزاكم الله الف خير، وانا لي الشرف اني اقعد معاكم
وخليتونا نعيد ذكرياتنا. نعم. وشيء ذكرناه وشيء نسيناه عاد لا تلومونا. نعم. الكبر الحين بعد كبرنا الله يسلمك. الله يحفظك ويسلمك. وايضا يسلم. الشكر موصول لكم متابعينا الكرام على متابعتكم برنامج مشوار نجم، على امل ان نشوفكم في حلقات قادمه باذن الله مع نجوم اخرين. في امان الله. ابي نعيد في امان الله ولا نعيد الخاتمه؟ والشكر موصول لكم، والشكر موصول لكم متابعينا الكرام على متابعتكم برنامج مشوار نجم، على أمل أن نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة مع نجوم آخرين. في أمان الله.